أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة. وطبعا كما عودناكم كل أسبوع بنختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم، وضيف الأكثر تميزا لهذا الأسبوع السيد إبراهيم الحرباوي. بداية يسعد مساكم ونورنا. الله يسعد مساك يا ربي، ومساء الخير لكل المشاهدين. يا سلام. الله أهلا فيك. بداية لو بدنا ناخذ نبذة بسيطة عن حضرتك، على بداياتك، كيف بلشت وما تبلشت؟ تفضل. أنا بلشت هون بعمارة الصايغ، عمري كان 18 سنة، كنت مخلص توجيهي علمي راسب. بلشت هون مع شركة ألمانية إيطالية بدورات في مجال الإلكترونيات والإندستريال أوتوميشن. كملت مع شركة اسمها الأنظمة الإلكترونية، اشتغلت معها لمدة 4 سنوات، ثم انتقلت إلى شركة أخرى بنفس الطابق اللي احنا فيه في نفس العمارة ونفس المجال. اسم الشركة رائد القيسي للإلكترونيات، ومن ثم بعدها بلشت أحاول أن أشتغل على حالي يعني لفترة تقريبا بدك تقولي 1.5 سنة، بعدين إن شاء الله أكرمنا وفتحنا المحل هون. كل التوفيق لحضرتك يا رب. سيد إبراهيم، لو بدنا نتحدث عن الخدمات اللي بتقدمها داخل قطاع عملك، آلية العمل تفضل. آلية عملنا احنا مجالنا بيتفرع لأكثر من قطاع، من عندك قطاع العدد، في عندنا قطاع البطاريات، في عندنا قطاع القطع الإلكترونية وهو الأساس، لكن بيتفرع بأشياء كتير. يعني في عنا مجالات منه بتفوت في الاندستريال اللي هو الصناعي، في عنا الكهرباء الصناعية، في الإلكترونيات الدقيقة، في الإلكترونيات الصناعية، يعني أكتر في شتى المجالات. إحنا بنحاول قدر الإمكان إنه نلم ببعض الأمور المطلوبة في السوق، وشو بطلب السوق بنقدمه. بالضبط. لو بدنا نتحدث عن الإقبال، كيف عم بتشوفه إقبال الشركات بشكل عام؟ أسعارك أيضا كيف عم بتشوفها؟ تفضل. هلا بالنسبه للاقبال للشركات، احنا هون سوق الالكترونيات اللي موجود في الاردن الوحيد اللي خاص بهذا المجال. هلا الشيء الثاني ممكن نحكي عن السوق بشكل عام في الوقت الحالي، الحل الاقتصادي للبلد احنا عارفينها، فما بنقدر نتحدث عنها كثير لانه الكل بيعاني. لكن مجرد انه نحكي احنا عمارة الصايغ فهي مختصه بمجال الالكترونيات. بالنسبه للسؤال الثاني، آلية العمل عندك بشكل عام؟ آلية العمل احنا في عنا هون بنبيع بالبيع الآجل وبنبيع بالبيع الكاش. البيع الآجل على الأغلب دائما بكون للقطاعات الحكومية الكبيرة، العطاءات بتكون مطروحة بالجريدة أو بتكون مطروحة في المواقع الإلكترونية للشركات. كل التوفيق لحضرتك. سيد إبراهيم، يعني احترامنا للجميع، أكيد كل قطاع بنشوفه ممتاز بشيء عن غيره. لو بدنا نتحدث عن حضرتك كصاحب قطاع عمل، كيف بتشوف المميزات اللي بتمتاز فيها داخل قطاع عملك؟ تفضل. احنا بنمتاز بالعدد الصناعي وبنمتاز بالبطاريات. احنا اول ناس عملنا البطاريات الكبس، احنا بنكبس بطاريات للاجهزه الطبيه، بنكبس البطاريات لبعض الاجهزه الالكترونيه الخاصه، وهذه البطاريات جدا بتكون كلفتها عاليه في الشركات الخارجيه، لهيك احنا قدمنا هاي الخدمه هون. وثانيا احنا بنعطي كفالات على شركة العدد، وهذا شيء يعني قليل جدا انه حدا يعطي كفالة للعدة، لكن احنا الجودة العالية للعدة الموجودة اللي عندنا بنقدر نعطي عليها كفالة 1 أو 2. حلو، كل التوفيق لحضرتك. تطور هذا القطاع هنا بالأردن كيف عم بتشوفه؟ والله بطيء جدا في الوقت الحالي. احنا المفروض انه احنا نكون اسرع، نواكب التطور اكثر، يكون عندنا النظرة حكومية لهذا القطاع شوي، حتى انهم يطوروا يزيدوا عليه اكثر. احنا التطور بالتكنولوجيا رايح على الموبايلات اكثر او على النت اكثر في ثورة الاتصالات، لكن مش فايت على الالكترونيات وهو الاساس. نعم بالتأكيد. بتشكرك مرة ثانية سيد إبراهيم. سيد إبراهيم، نهاية لقائنا كلمة من داخل محلاتك لجلالة الملك، شو بتحب تحكي له؟ تفضل. اول شيء احنا بنوجه له تحية كبيرة، الله يا ربي يخليه ويديمه فوق راسنا يا الله. بنقدم له انه شوي السوق الاقتصادي تعبان، الجمارك الضريبة كتير مزنقين علينا، يا ريت انه يكون في قوانين معينة واضحة صريحة انه الواحد يقدر يتعامل معها، لانه غايات الاستيراد في الوقت الحالي عمالنا كتير بنعاني منها، وخصوصا في بطاقات الاستيراد والجمارك لما تيجي البضاعة ويتتخمن. نعم بالتأكيد. بتشكرك مرة ثانية، يعطيك ألف عافية. الله يسعدك. نهاية لقائنا نحدد للسادة المشاهدين الموقع، أرقام هاتف التواصل. تفضل. إحنا موجودين في العبدلي عمارة الصايغ الطابق الأول، رقم المحل 109، رقم الموبايل 0796619935، 0796619935. الهاتف الأرضي
4-6-4-3-3-7-4. كل التوفيق لحضرتك ويعطيك ألف عافية. الله يسعدك.